السلام عليكم. الحاجات الجديدة في ريفت 2019.2 إن أنت تقدر تعمل زوم في السكادول. ده 2018 لما تيجي تعمل زوم، يعني تدوس كنترول مع البكرة بتاعة الماوس، الزرار في نصف الماوس، مفيش حاجة بتحصل. بس لو فتحت الريفت 2019.2 ودوست كنترول مع البكرة في النص، هتلاقيه بيكبر ويصغر السكادول. ده مفيد جدا، بحيث ممكن وانت شغال تلاقي الكلام صغير فانت مش قادر تقرأ، تقعد تدور على النضارة وما تلاقيهاش. فهنا بيسهل لك الموضوع ان انت تقدر تكبر وتشوف الحاجات وتصغر لو انت الجدول عندك كبير وعايز تشوف بقية الكلام وتقدر تتحكم فيه. فدي ميزة تحصل عليها لما تعمل ابديت لريفت 2019.